الاختبار الثاني للمحاربين في الدورة الدولية الودية كان صداما صعبا أمام منتخب سريع سمح للناخب الوطني بالتعرف أكثر على التعداد الموجود وتجريب أسماء أخرى، وهي الغاية المرجوة من هذه الدورة. الناخب الوطني بيتكوفيتش اكتشف عن قرب خلال الودية الثانية مدى قدرة العناصر الوطنية على التعامل مع المنتخبات الإفريقية، وكذا تسيير الأوقات الحرجة التي يكون فيها الفريق متأخرا في النتيجة. الدورة الودية رسمت في مخيلة بيتكوفيتش الأسماء القادرة على حمل راية المحاربين في التحديات المقبلة، خاصة أن المنتخب الجزائري سيكون على موعد مع استحقاقات هامة. الوجوه الجديدة الشابة أبانت أيضا على مدى امتلاكها لإمكانيات كبيرة ستفيد في عملية التجديد للمستقبل. دورة الفيفا الدولية الودية كانت أيضا فرصة لتصالح المحاربين مع الأنصار الذين غزوا ملعب نيلسون مونديلا ببراقية وتفاعلوا بحماس كبير مع العناصر الوطنية التي بدت عازمة على التدارك وتصحيح المسار والتطلع لعهد جديد والسعي نحو إسعاد الجماهير الجزائرية التي كانت ولا زالت وستبقى الصورة الأجمل دوما. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.